التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعين الكرام، وتواصلنا يستمر يسير على البركة. شوطنا 16 الخاص بالجعدان، الحقائق انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نبدأ بالصدارة ونتابع المقدمة، ومفجر حمد بن عبيد من خادم بن شلبوت الخيلي يحتل البداية والمركز الأول، بينما الانتقالة على المركز الثاني وشوفنا أدهم خليفة برايد بن حميد المهيري. أما في المركز الثالث الغزال سعيد بن مرزوق من منصور المنصوري. أما في المركز الرابع مشاكس لعلي بن سعيد بن مبارك الزرعي، بينما في المركز الخامس ياتينا الآن هذا حامل رقم 19 رقم 9، الأرقام مش موضحة في هذه الاندفاع. واشوف هنا ظبيان راشد بن محمد بن طارق الهاجري يتقدم على مستوى المركز الخامس والمركز السادس. المركز السادس ياتينا الغزال علي بن سعيد بن سالم الهاشمي، والمركز السابع ياتي هنا الواش خميس بن راشد بن حمود المدهوشي، والثامن التحديات من الجانب الاخر. في المركز الثامن يتقدم مشاهدينا الاعزاء القناص عبيد بن محمد بن حمدان المنصوري، وتاسع المراكز هو الطاير لخميس بن هديب بن يعروف الربيعي المنصوري، وعاشرا ياتي هنا بالاندفاع وفي هذه الانطلاقه ها هو ايضا المرهوب حمد بن علي بن سالم الاكتبي. هكذا نتيجتنا، هكذا ندائنا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى. ووفينا لمسامعكم هذه الاسامي وهذه الشعارات، ولكن نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى المركز الاول وشعار حمد بن عبيد بن شلبوت الخيلي مسيطر على المقدمه، مسيطر على المركز الاول في هذه اللحظات. يقدم لنا مفجر اللي انفرد وحيدا هناك على المقدمة، و1200 عن خط النهاية. المركز الثاني هنا يصلنا في هذه اللحظات من الجانب الآخر، ها هو أيضا أدهم خليفة برايد الحميد المهيري. الله، والطاير خميس بن هديب بن جعروف الربيعي يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث. أما في المركز الرابع ظبيان لراشد بن محمد بن طارق الهاجري. الله 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 الله، بالروية قادم، بالروية قادم على أيضا يقدم لنا هتان محمد بن حمد بن سعيد المنصوري بشعار بالروية. الأسامي قادمة والشعارات بدأت تصل، ولكن عودة إلى مفجر، عودة إلى مفجر. الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مفجر على مقدمة الشوط على المركز الأول، يتقدم مفجر حمد بن عبيد بن شلبوت الخيلي. روح يا أبو مبارك، روح روح، الجماعة واصلين، الشعارات بدأت تصل مع اللحظات الأخيرة. المركز الثاني الطاير خميس بن هديب بن جعروف أو بن جعروب الربيعي قادم في هذه اللحظات، وهنا الوصول من المرهوب حمد بن علي بن سالم الاكتبي. الامتار الاخير بالرويه قادم هنا مشاهدين الاعزاء، يقدم لنا اللي هو متابعين الكرام هتان محمد بن سعيد المنصوري. الامتار الاخيره الامتار النهائيه. السلامات وين؟ الله الله الله، الطاير على البدايه، الطاير على المركز الاول، يتحرك الان المرهوب على المركز الثاني، الهتان. الامتار الاخيره ولكن راح الطاير خميس بن هديب الربيعي. سلام لهال الوثبه، سلام. المركز الثاني وصل مشاهدي الاعزاء هتان لمحمد بن حمد بن سعيد المنصوري. المركز الثالث كان الوصول من المرهوب لحمد بن علي بن سالم الاكتبي. هكذا نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى. عوده الى التوقيت الزمني وساعه الوصول الى خط النهايه باربع دقائق و37 ثانية. تهانينا والناموس للربيعي على هذا الفوز والانتصار. أربع دقائق.